علي أبو الحسن الشاذلي إمام الوجود وعين الشهود غوث الزمان وقطب الديوان، السيد الشريف زعيم الطائفة الشاذلية وأحد مفاخر الأمة المحمدية، قال جعت مرة 80 يوما فخطر لي أن قد حصل لي نصيب من هذا الأمر، فإذا أنا بامرأة خارجة من مقارة كأن وجهها ضياء الشمس حسنا وهي تقول منحوس منحوس، جاع 80 يوما فخذ يدل على الله بعمله، وأنا لي 6 أشهر لم أذق فيها طعاما. ومن كراماته الهائلة، قال المرسي، يعني المرسي أبو العباس، قال المرسي جلت في الملكوت، الله أكبر، فرأيت أبا مدين، يعني أبو مدين الغوث، ها، متعلقا بساق العرش، فقلت ما علومك؟ قال 71. قلت ما مقامك؟ قال رابع الخلفاء ورأس 7 الأبدال. قلت فما تقول في الشاذلي؟ قال زاد علي 40 علما، هو البحر الذي لا يحاط به. شلون هو الرابع مولانا وهما الخامس؟ هما الرفاعي والجلال البدوي الدسوقي وهو الخامس. ومن كراماتي قيل له من شيخك؟ قال أنا فيما مضى عبد السلام بن مشيش، وأما الآن فإني أسقى من 10 أبحار، 5 سماوية و5 أرضية. قال ابن دقيق العيد شيخ الإسلام ما رأيت أعرف بالله منه. ومن كراماته، الله، ومن كراماته أنه لما اعترض عليه بعض الفقهاء على حزبه المسمى بحزب البحر، بحر الملكوت، بحر الدنيا، قال الشيخ والله لقد أخذته من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، توفي عام 656 في صحراء عيداب.